الحريري يفتتح إفطارات المناطق من طرابلس. خلافنا علني مع حزب الله بسبب تورطه بالحرب السورية. الحسيني للجديد مجلس النواب صاحب الصلاحية الأساسية، لأنه هو صاحب الصلاحية الأساسية. مستشفيات التجميل أمام الاختبار الصعب. توقعت اليوم على قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم العمليات الجراحية. يوم هدد عون بترك القصر الرئاسي. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. خضع قانون الانتخاب لدورة تحصينات سياسية في معقل حزب الله، وخرج من تحت أرض الضاحية بضمانات تمتد إلى نصف قرن. فلقاء نصر الله باسيل كان قد دفع باتجاه تبني الإيجابيات وأعطائها بعدا من الوعود الصادقة لتبدأ مرحلة البحث في التفاصيل. ولولا العناية الحزبية الإلهية لبقيت الدورة الاستثنائية تدور حول نفسها حتى نصل إلى الفراغ المؤدي إلى طرق متفرعة من الفوضى. وبتدخل الأمين العام لحزب الله ولقائه رئيس التيار الشيعي الثالث، جرى تصويب أداء التيار الشيعي الثاني، ونزع فتيل التهديد بالتمديد والحرب الأهلية، وبات رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مسار نيابي سيقوده إلى تعيين جلسة عامة في الأيام العشرة الأخيرة من عمر المجلس. أما إذا وضع بري شروطا وسجل اعتراضات واستعاد زمام المبادرة من عون، فسوف يعني ذلك أن لا قانون ولا من ينتخبون، وما يعزز عدم الإفراط في التفاؤل أن مرسوم الدعوة إلى دورة الاستثنائية لا يلزم مجلس النواب جدول أعمال، إذ يؤكد الرئيس حسين الحسيني للجديد أن لرئيس الجمهورية والحكومة إبداء الرغبة في المواضيع المنوي طرحها، لكن ذلك لا يلغي أن مجلس النواب يبقى حرا في أن يقر أي مشروع من غير تلك المحددة في المرسوم لأنه صاحب الصلاحية. ويؤكد الحسيني هرمية ثلاثية قوامها فصل، توازن، وتعاون، حيث السلطة المطلقة فساد مطلق. لكنه يرى في الوقت نفسه أن المسؤولين في لبنان لا يلتزمون هذا الفصل، وكلا يعتدي على الآخر. ومن هنا تأتي أهمية إشارة رئيس الجمهورية من ألا ثقة للشعب اللبناني بسلطته. وبما توفر من توازن دارت العجلة السياسية للتشاور حول الشياطين الكامنة في القانون. فاستفتى وزير الداخلية نهاد المشنوق رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن مدة التمديد التقني التي رجحها بسبعة أشهر، فيما تابع جورج عدوان نشر أفكاره الانتخابية في بيت الوسط بلقاء سعد ونادر الحريري. أما جبران باسيل فقد زار بكركي واعترف. إذن في إفطار رمضاني رئيس الحكومة سعد الحريري يعد أهل طرابلس بقانون عفو عام. من طرابلس ارتأى رئيس الحكومة سعد الحريري افتتاح سلسلة إفطاراته التي ستشمل مختلف المناطق اللبنانية طيلة شهر رمضان المبارك. وفي مستهل كلمته في معرض رشيد كرامي أشاد الحريري بعاصمة الشمال التي رفضت احتضان الإرهاب واعدا إياها بسلسلة مكافآت أولها إصدار قانون عفو عام عن أبنائها. بداية إفاء الدين قانون عفو عادل بيعطي كل صاحب حقه. وهون بدي أقول كمان شغلة،
يمكن البعض بحب يتاجر بهذا الموضوع. أنا من الناس اللي ما بحب وارب هالأمور، ما بروح لا شمال ولا يمين. في ناس ارتكبت هيدي، ناس في قانون بيدفعوا حقه. أما المكافأة الأخرى فتمثلت بتعهد العمل لإنجاز الكثير من المشاريع الإنمائية التي سبق وأخذت مجراها نحو التنفيذ، متوعداً بالتربص لمحاولات عرقلة النهضة الاقتصادية في المدينة من قبل أي كان. حرص على مجلس الإنماء ووزارة الأشغال والجميع أنه يخلصوا كل هالأشغال بأسرع وقت ممكن، يعني بس ما يعطونا التواريخ هارجع أجل عندكم هون على طرابلس ولكم كل مشروع بيومه بتاريخه امتى حنفتتحه، وخلي حدا يسترجي ما يخلص هذا المشروع. الكهرباء حتيجي على طرابلس، يعني حتيجي على طرابلس. عم نسمع كثير هالايام نظريات، وفي يعني هيك شخصيات سياسيه جديده نزل عليها السهم بال تعطينا دروس بالنظافه، وهي تاريخها معروف شو هو من الفساد وغيره. وفيما أكد على الوقوف مع الإخوة العرب بوجه إسرائيل، جدد الحريري موقفه من تدخل حزب الله في سوريا. نحن عرب ومتضامنين مع أخوتنا العرب بوجه العدو الإسرائيلي وبوجه أي جار بده يتدخل بشؤون العرب الداخلية. نحن موقفنا السياسي معروف وخلافنا علني مع حزب الله بسبب تورطه بالحرب السورية، وموقفنا معروف من النظام الأسد. قناعتنا راسخة أن الشعب السوري حينتصر. واختتم الحريري كلمته بالتشديد على أنه من أهل الاعتدال والعيش الواحد بوجه أي تطرف أو أي فتنة أو أي تهميش. الرئيس حسين الحسيني يدافع في مقابلة مع الجديد عن مجلس النواب بوصفه صاحب الصلاحية الأساسية. سلكت الدورة الاستثنائية طريقها بعدما وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مرسوم فتحها من 7 حزيران حتى 20 منه، حاصرا موضوعها بإقرار قانون جديد لانتخاب أعضاء النواب. بس هل التحديد هذا ما بيلزم مجلس النواب بشيء؟ بيلزمه أنه يأخذ جلسة ويلبي الطلب، بس حر يقرر أي مشروع غير المواضيع اللي بيبقى مدعو إلها، لأنه هو صاحب الصلاحية الأساسية. البعض يستند إلى المادة 33 اللي بتقول أنه لا، رئيس الجمهورية وحده اللي بيحدد. كيف تفسر حضرتك؟ هاي الرغبة بس. ما بيقدر يلزم مجلس النواب بعدم التشريع بأمور أخرى. يتمسك رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني بالمادة 34 من الدستور التي تبطل كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية. فما مصير جلسة 5 حزيران التي سبق أن حددها الرئيس بري في إطار الكباش على الصلاحيات بينه وبين الرئيس عون؟ ماشي، هي تمني بس ما بتلزم، يعني ما بتخلي المجلس يقدر ينعقد ويعمل شيء، لأنه باطل أي عمل خارج الانعقاد. هل هو يعني مطلوب منه هلأ رئيس مجلس نواب أنه يعلن تأجيله، ولا هي أصلاً غير موجودة؟ هي جوز الأمر، بس مثل ما عم بقول أنه مش واضح أنه في تأمين لهالثلاث كلمات للفاصل، كل واحد عم يعتدي على الثاني، ولا التوازن، كل واحد عم يريد انه يكون لصالحه الميزان، ولا التعاون، لانه مش هاي روح التعاون. ما في ثقة بين رئيس بري ورئيس الجمهورية. الكل يعني الكل واحد عامل متريس لحاله وعم يناهض اللي مقابله. اليوم بعد 20 حزيران، إذا ما اتفقوا شو بيصير عمليا؟ لفراغ عمليا بده ينعمل كل الوسائل بتأدي إلى استعادة الشرعية للمؤسسة الدستورية، لينتظم العمل
انتظام جدي. بيرجعوا على 60 مثلا؟ لا لا اطلاقا، لانهم 60 خرق للدستور. ويبدي الرئيس الحسيني تفاؤلا باقتراب ولادة قانون 15 دائرة، المشروع الشرعي الوحيد بحسب وصفه. دارين دعبوس، قناة الجديد. قانون الانتخاب بين توافق وشيطنة التفاصيل، فما الضوابط المطروحة من التيار الوطني الحر؟ قانون انتخاب 15 دائرة إضافة إلى نظامه الانتخابي النسبي مع الصوت التفضيلي غير الطائفي، وإن حاز توافق جميع الكتل السياسية بما فيها تكتل التغيير والإصلاح، فإنما تعتريه شيطنة التفاصيل ومناورات الضوابط. هذا الإطار يجب استكماله بمجموعة أمور، منا ضوابط تقنية إلى علاقة بالقانون بحد ذاته، مثل عتبة النجاح وطريقة احتساب الفائزين، ومنا إصلاحات في داخل وصميم القانون، ومنا أيضا ضمانات العلاقة بالشراكة بين المسيحيين والمسلمين، العلاقة بنضمن أن هناك فعلا شراكة مستمرة على المدى الطويل. موعد الانتخابات هو جزء أيضا من النقاش اللي عم بيحصل. أي التفاصيل فيها تعرقل فيما لو وصلت لمحل كربجت على الآخر، إنما أنا متفائل لأنه اللي حل الأكبر ما راح يكي عليه الأصغر. يرتبط موعد الانتخابات بجاهزية وزارة الداخلية، ويسعى التيار البرتقالي لإجراء الانتخابات في 1 تشرين المقبل، في وقت يسعى تيار المستقبل لتأجيلها حتى الربيع المقبل. بعض الأفكار اللي انطرحت واللي هي قيد النقاش لها علاقة بعتبة أيضا المرشحين وليس فقط عتبة اللائحة، فقلنا حق نطرح أي فكرة إذا وهي للنقاش للقبول أو لعدم القبول. تكمن العقبة الأساسية في عتبة التمثيل التي تتراوح من 5% إلى 10%. ما في شيء منجز بهالموضوع، في أكثر من فكرة. برجع بقول لكل الموضوع في العتبة، في أكثر من فكرة، منا إلى علاقة بنسبة معينة، منا إلى علاقة بالحاصل الانتخابي أو غيره، إنما ما في شيء ما بينحل. التيار الوطني الحر غير متمسك بنقل المقاعد باستثناء المقعد الإنجيلي في بيروت 3 لإعادته إلى بيروت 1، إلا أن هذه المسألة لا تزال حتى الساعة خارج التوافق، إلى جانب عدد من الضمانات التي تحتاج إلى تعديل دستوري. رواند أبو خزام، قناة الجديد. 50 عاما من الوئام بين نصر الله وباسيل، وخريطة ما بعد الانتخابات ترسم. بدنا نكون التيار الشيعي الثالث عند الطائفة الشيعية. وزير الخارجية اللبنانية الأستاذ جبران باسيل أخذ مبادرة أستطيع أن أصفها، وأنا أعني ما أقول، أنه في موقف صادق وشجاع ومسؤول. حب ووئام أعلامي ترجما بعيدا من الأعلام اجتماعا بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في لقاء ثنائي. مائدة تفاهمات وطنية كاملة شكل قانون الانتخاب طبقها الرئيس، وعليه أبدى الحزب موافقته على الطروح الانتخابية. وبحسب مصادر الجديد، فقد جرى تداول تفاصيل القانون لبلوغ إصلاحات وضوابط تتصل بمفاعيل حسن التمثيل وصحته. ووفق ما رشح عن اللقاء، فقد رسم الطرفان خريطة طريق لما بعد الانتخابات، وعلى حد قول مصادر عونية خريطة ل50 عاما مقبلة. باسيل الذي قدم أوراق اعتماد تيار شيعي ثالث يرسم اليوم علاقة لنصف قرن مقبل مع حزب الله، هي رسالة طمأنة لمكوني الحزبين أم رسالة إلى الخصوم بأن رئيس البرتقالي باق ويتمدد؟ لائل سعد، قناة الجديد. وزير الخارجية جبران باسيل بعد لقائه البطريرك الماروني يؤكد أن قانون النسبية ب15 دائرة أخذ شرعيته في بكركي. زيارة بمثابة اعتراف قام بها وزير الخارجية جبران باسيل إلى الصرح البطريركي في بكركي، أكد خلالها للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن قانون الدوائر 15 بات على طريق الإنجاز. القانون اليوم يلي فيه اتجاه للسير فيه يلي هو النسبية 15 دائرة، هو عمليا أخذ شرعيته هون ببكركي وتم التوافق عليه بغض النظر وقتها. صحيح إجا اقتراح من العماد هون، إنما الناس بالآخر بتقدم اقتراحات، بس هالاقتراحات تتحول إلى مشاريع حقيقية بده يصير في موافقات عليها،
وأول موافقة حصل عليها هو هون ببكركي من الأطراف والأحزاب والتيارات الأربعة، وكان الخيار الثاني من بعد الأرثوذكسي. أساس اعترفت لسيدنا بما فشلنا عن إحقاقه وبما نجحنا بتحقيقه. هذا كان الاعتراف قدام غبطة البطريرك، ومنقول انه اليوم ان شاء الله هذا الشيء بيتم باستكماله بتحصينه بصحة التمثيل، بتحصينه بالضمانات. باسيل أكد سعي تياره للوصول إلى الدولة المدنية، نافيا أن يكون التيار الوطني الحر قد طرح موضوع نقل المقاعد. نحن ما طرحنا نقل المقاعد، نحن طرحنا شيء أعمق وأصح بصحة التمثيل. هلا انطرح موضوع معين، مش منا اخذين موقف جامد من اشياء، نحن متحركين، ولكن صحة التمثيل تحقق بجملة من الامور. مين حكي بنقلهم؟ ما نحن مش عم نقبل ننقل نفوس واحد، عم نطلب اليوم بأونن يتمنع نقل نفوس. تيبقى ابن عكار بأرضه مجزر، ابن البقاع بأرضه مجزر، ابن الجنوب، ما هو هيدا غنى لبنان، هيدا قوته. وأكد وزير الخارجية أن جميع القوانين التي طرحها تعتمد معايير واحدة، مشيرا إلى أن قانون الدوائر 15 لا يلغي أحدا البتة. وزير الداخلية والبلدية تحمل إلى عين التين العقبات التقنية لقانون النسبية، ونائب جورج عدوان يعمل لتذليل العقبات قبل جلسة مجلس الوزراء. جرعات الإيجابيات التي خرجت من إفطار بعبدة خضعت اليوم لعملية تجذيب، إذ أن وزير الداخلية نهاد المشنوق بحث مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في العقبات التقنية التي تعترض القانون الجديد بعدما اتفق على خطوطه العريضة. فهمنا أنه هاي مسائل لا علاقة لها بالسياسة، هاي مسائل تقنية لابد أن تأخذ وقتها، ولابد أنه يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في القانون. الوقت ما حيكون على الأقل 7 أشهر بموجب الدراسة، من 6 أشهر ل7 أشهر كحد. وفي سياق الموضوع عينه توجه النائب جورج عدوان إلى بيت الوسط، حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري بحضور مدير مكتبه نادر الحريري لاستكمال البحث في آخر تفاصيل قانون الانتخابات. في أمور تقنية متعددة بقانون الانتخابات، من ضمن نقل المقاعد، بس هيدا مش موضوع تقني، هيدا موضوع منه تقني بحت. في أمور تقنية بتتعلق بالعتبة، بكل هالمواضيع، بطريقة الفرز، وبعتقد أنه كلها والحمد لله البحث، كل الأفرقاء مصممين أنه يروحوا على قانون انتخابي جديد. البحث عم يتقدم، العمل عم يتقدم، وبتصور أنه رايحين بالاتجاه الصحيح. الحرير التقى رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، الذي أشاد بمساعي رئيس الحكومة للتوافق على قانون جديد للانتخابات. رئيس الجمهورية يؤكد أنه سيفي بما وعد به اللبنانيين، وسيكون هناك قانون انتخابي جديد عادل. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أمام وفد فعاليات قرى وبلدات الكورة أن لبنان لا يزال خاما، والعمل المستمر أساس لبناء البلاد، مشيرا إلى تصميم الدولة على تطبيق الإنماء المتوازن في مختلف المناطق اللبنانية. نحن نوعد ومنوفي، إذا وعدنا نفذنا والتزمنا، ومنون التزمت بقانون الانتخاب راح يخلص إن شاء الله. وبتعرفوا قديش كان في صعوبات، بقى ما يكون بالكم مشغول، رح نهتم بكل شيء. يعني بداية الإصلاح هو مجلس النواب بيمثل الشعب اللبناني بكامله، وبس ننجح هيدي رح ننكب على شغل تاني، لأن لبنان بعده خام، مش مشغول فيه شيء. وين ما حط إيده واحد بده يلاقي أشياء بدها تتصلح أو تتجلس. رئيس اتحاد بلدية الكورة كريم بوكريم من جهته توجه إلى الرئيس عون بالقول: أنتم تمثلون آخر أمل عندنا للنهوض بهذا الوطن من كبوته الطويلة وبناء دولة حديثة يحلم بها كل عاقل ومحب لهذا الوطن.
خلف الإفطارات والسجاد الأحمر وبعد 200 مليون دولار أنفقت في أكثر من ربع قرن قصر بعبدة قصر يتداعى. تقرير جاد غصن. تتغير روح القصر مع تغير قاطنه. منذ جلوس العماد ميشيل عون على كرسي الرئاسة الأولى نهاية العام الماضي، أصبح النائب وليد جنبلاط ومثله فؤاد السنيورة كمن يحلف بغربته في فضاء القصر المزدحم برواد الإفطار الرئاسي. ومذياع الآن بآن مطأطأ الرأس في البهو الرئاسي يحكي كثيرا عن العلاقة بين بعبدة وعين التينة. في المقابل خلوات عونية مستقبلية قواتية في كل زاوية، ورئيس القوات سمير جعجع كمن يزور بيته الصيفي، يصول ويجول ويلتقط السلفي، والقصر بعض منه خلفه وبعضه الآخر من أمامه. ولكن ما تخفيه هذه الجلبة أن القصر الرئاسي بناء متداع صدق. ففي معلومات خاصة بقناة الجديد، صعق الرئيس المنتخب لدى تفقده مقر رئاسة البلاد بترهل حالته الإنشائية، فلا شبكة إطفاء حرائق ولا به شبكة إنذار ولا غرفة طعام للموظفين ولا ثياب موحدة لهم أو لحرس القصر، حتى أن منشآت الحرس الجمهوري بحال رديئة، فمبنى الكتيبة الثانية المكلفة حماية الرئيس لم يتم بناؤه بعد على الرغم من استيفاء هبة بقيمة مليون دولار لهذا الغرض. والأخطر أن القصر يفتقر لأبسط التجهيزات التكنولوجية، كأن يخصص بنتورك خاص يسمح بنقل المعلومات عبر الإنترنت بشكل محمي وليس على الشبكة العادية القابلة للاختراق. وكل هذا نصف الحكاية، فنصفها الآخر يعود إلى اليوم الأول الذي انتقل فيه ميشيل عون من مجلس النواب إلى قصر بعبدة منتخبا رئيسا للجمهورية. انتهى الاحتفال الرسمي وذهب الإعلام ليتوجه الرئيس والسيدة الأولى إلى مقر الإقامة في القصر، وهناك وقعت الصدمة الأكبر، فمقر الإقامة مبنى مهجور يأكله الغبار وخال من أي موظف للتنظيف أو للمساعدة أو للطهي أو للخدمة في حال قدوم زوار، حتى أن غرفة النوم كانت لا تزال كما تركها ميشيل سليمان وزوجته وفاء، مما اضطر بالرئيس الجديد وسيدته الأولى بالنوم على أغطية السرير العائدة لسليمان في ليلة القصر الأولى. في معلومات الجديد أن عون استشاط غضبا لواقع القصر والمقر وقرر مغادرته والعودة إلى منزله في الرابي إلى حين تجهيز القصر بالحد الأدنى حتى يصبح قابلا للسكن، غير أن المقربين منه أثنوه عن الأمر لما سيترك ذلك من انطباع سيء على الرئاسة في أول أيام العهد. وفي حين نقل لنا زوار مقر الإقامة في القصر أنه حتى الساعة لا تزال السيدة الأولى هي من تقوم بالأعمال المنزلية والضيافة للزوار، علمت الجديد أن دوائر القصر تقوم حاليا بدراسة مشاريع لإعادة تأهيله وترميمه. غير أن السؤال الأهم في كل هذه الحكاية، أين ذهبت 200 مليون دولار وهي مجموع الميزانيات المقدرة لرئاسة الجمهورية منذ أكثر من 20 عاما، علما بأن الميزانية للسنة الواحدة لرئاسة الجمهورية هي أكثر من 10 ملايين دولار كمعدل وسطي. جاد غصن، قناة الجديد. بعد الفاصل، عمال مياه بعلبك، إما الملاك وإما التصعيد. أهلا بكم من جديد. انطلاقا من معاناة المهاجرين اللبنانيين بسبب ارتفاع أسعار تذاكر السفر التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط مقارنة بها لدى شركات الطيران المنافسة، أطلقت مجموعة من المهاجرين في دول الخليج هاشتاغ بدنا نصيف بلبنان. جنح الأرز عليان وبأرزنا كبرنا، بدنا نصيف بلبنان، ناطرينكم ترجعوا تصيفوا بلبنان. حملتنا اسمها بدنا نصيف بلبنان. هو ليس إعلانا ترويجيا للسياحة في لبنان، بل حملة أطلقها مغتربون لبنانيون في دول الخليج العربي أملا بالسفر إلى بلدهم بسعر معقول. نطلب من شركة ميدل إيست إيرلاينز
ترخصوا أسعار التكت حتى لا تساهموا بإرجاع المغتربين. ونطلب من كل المعنيين وكل المسؤولين يرخصوا أسعار التكتات بلبنان تنقدر نستضيف أصحابنا وأهلنا وأحبابنا. يشكو القائمون على الحملة ارتفاع أسعار بطاقات طيران الشرق الأوسط مقارنة بأسعار شركات الطيران الأخرى، ليتبين معهم مثلا أن الرحلة من الرياض إلى بيروت على متن طيران الشرق الأوسط قد يتضاعف سعرها مقارنة بسعر شركات أخرى. يعني بس أنت عم فوت على أن تحجز من هلأ للميلاد من قبل بست سبعة أشهر تلاقي أنه والله الميدل إيست سعرها دبل عن سعر شركة الطيران السعودية، عم بحكيكم أنا من السعودية، بشيء مش منطقي. تقريبا تكلفة العائلة من أربع أشخاص بتصير بدك تحطها تنزل على لبنان تتصيف أو حتى تنزل على الميلاد حدود 2500 ل 3000 دولار. طب منطقي هذا الرقم؟ يعني قادرين أنا هلأ ننزل على شركة الطيران السعودي بأرخص بنص السعر، بس نحن بهمنا ننزل على طيران بلادنا، نحن أحق فيه بكل صراحة عم نحكي، نحن أحق فيه. شركة طيران الشرق الأوسط من جهتها توضح أن هناك بضعة عوامل خارجية تتحكم بأسعار التذاكر، منها المنافسة والعرض والطلب على كل رحلة فضلا عن التاريخ والتوقيت، وتؤكد أنه بسبب المنافسة الشديدة خفضت أسعارها بنسبة 40% عام 2016 مقارنة بها عام 2008. وفاة المرأة الأردنية في مستشفى نادر صعب عجل بقانون تنظيم عمل المستشفيات المتخصصة، والتي أعلنها وزير الصحة في مؤتمر صحفي. على خلفية وفاة الشابة الأردنية إثر خضوعها لعملية شفط دهون في مستشفى الدكتور نادر صعب، عقد وزير الصحة غسان حصباني مؤتمرا صحفيا تناول فيه الموضوع، معلنا وضع آلية لتنظيم عمل المستشفيات. أما بالنسبة للمستشفيات المتخصصة فوقعت اليوم على قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم العمليات الجراحية التنظيمية، وبمادته الأولى يمنع إجراء العمليات الجراحية التي قد تسبب اشتراكات تستوجب عناية فائقة كعمليات شفط الدهون وغيرها إلا في المستشفيات التي تحتوي على قسم للعناية الفائقة. المادة الثانية، يجب على الطبيب الاختصاصي أن يشرح للمريض مخاطر العملية الجراحية. وتحدث حاصباني عن قانون تنظيم مراكز التجميل معتبرا أن المهل شارفت نهايتها. معالي الوزير، بس بما يخص القانون مدة 6 أشهر لتسوية الأوضاع، يعني اللي فاتح هلأ بيكون في ناس ما معها ترخيص، بيكون يعني معه 6 أشهر ليأخذ ترخيص. ما لما يصدر قانون في معك مهلة لتبلش تطبه، يعني بيبقى فاتح بدون ترخيص ليساوي وضعه، ما في أصلاً كل المراكز اللي لا ما في مرخصة. لا ما في مراكز مرخصة، ما في تراخيص يعني بالوقت الحاضر مفصلة شو لازم يكون فيها هالمراكز. طلع هالقانون تنظمه، الرخصة بتطلع على أساس هالقانون هيدا وتنظيمات المحطوطة بهالقانون هيدا والبنود اللي فيها. وفي دردشة مع الصحفيين على هامش المؤتمر أكد حصباني أن التحقيقات مستمرة لكشف أسباب الوفاة، وأن هدف الوزارة حماية القطاع الصحي في لبنان لا التشهير ببعض المخالفين. هادي الأمين، قناة الجديد. نانسي مصابة بمرض يفتت عظامها ويتسبب بأضرار في قلبها الصغير، وضاعف تشخيص خاطئ من أحد الأطباء في مأساتها. الفتاة المريضة تخطت 18 إلا أنها تبدو في 13 بسبب توقف نموها. وضمن سلسلة تقارير خاصة تبثها الجديد في شهر الخير، نفسح لكم المجال لمساعدة أشخاص بأمس الحاجة لمساعدتكم. بنتي نانسي تعاني من مرض اسمه الأوكزالوز. هذا المرض بسبب تشخيص خاطئ من دكتور المعالج أدى معها للقصور الكلوي. نانسي عم تغسل 5 مرات بالجمعة غسيل كلى، مش أي حدا فيه يتحمله. هذا صار عندي تضعف بعضلة القلب، صار عندي تضعف بالعظم، هذا كله من وراء هذا المرض.
بده هيدا زراعة جزء من الكبد وزراعة كلى. عملية نانسي مكلفة كتير، الكلية لحالة بالجامعة الأمريكانية 120,000 دولار، والكبد بده يكلف ببريطانيا بـ200,000 باوند. نحن الفحوصات مش عم نقدر نعملهم، بيكلفوا 12 مليون. كيف بدنا نقدر نعمل هيك عملية لحتى نخلصها من اللي هي فيه؟ بيجوا ليأخذوني، ما بكون قادرة أمشي، جسمي متوقف من نموه من 2014. مين ما يشوفني هلا بفكرني عمري 13 أو 14، بالعكس أنا عمري 18. بس ما ببين علي، بدي أمشي، بدي أطلع، بدي أتعلم، بدي أكون مثل باقي رفقاتي. أنا بتمنى من كل حدا عم يشوفنا أو يسمعنا بيقدر يساعدها ما يقص، لأنه بعدها بأول عمره ما شفت شي من هالدنيا إلا المستشفى. بتمنى كل حدا يشوفها يساعدها. نحن نشهدنا بس ما حدا رد علينا، ما حدا حاسس فينا، ما بعرف يشفى ولا يا شبابها. ما شفت شي من هالدنيا، يعني إذا عملت العملية قال لي الدكتور ترجع أحلى من الأول وجسمها بيرجع بينما، يعني في إلى حال، يعني ناطرة مساعدة هالناس. إذا ساعدوها لنانسي بإذن الله بترجع أحلى من الأول بفضلهم وبفضل الله. بدي بس حدا يساعدني، بتمنى الكل اللي عم بيشوفني بس يتطلع فيني يعتبرني بنته، بس الكل قادر يساعدني، فيهم كل الناس يقدروا يساعدوني. عملية مكلفة بس إذا حدا ساعدني يمكن أعمله بأسرع وقت. إن شاء الله الله ما بينسى حدا يا ماما. نفذ عمال تشغيل وصيانة أنظمة المياه المجاري في بعلبك اعتصاما أمام مكاتب المؤسسة مطالبين بضمهم لملاك مؤسسة المياه في البقاع. المعتصمون رفعوا شعارات تطالب الوزارة والمعنيين بحل مشكلتهم، مشيرين إلى أن عقد التشغيل الذي ينتهي في آخر حزيران الجاري من دون أن يتم البحث بضمهم إلى مؤسسة المياه بسبب تعنت الإدارة على حد قولهم وطرحها لاستخدام عمال بديلين عنهم، سعية لضمهم إلى ملاك المؤسسة على حساب العمال المشغلين البالغ عددهم 90 موظفا الذين يعملون بتشغيل وصيانة المشروع ومحطة التكرير الصحي في إعاد. وطالب المعتصمون من التفتيش المركزي إلى التحرك والتثبت من الموضوع، محذرين من اللعب بمصيرهم ومصير عائلاتهم. وقالوا إنهم سيؤجلون الإضراب المفتوح نزولا عند رغبة الاتحاد العمالي العام إفساحا في المجال أمام مساعيه لتحقيق مطالبهم. رأى الوزير السابق فيصل كرامي في الذكرى 30 لاغتيال الرئيس رشيد كرامي أن العفو عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع باطل ويشكل هرطقة سياسية وقانونية. وقال في إفطار قطاع الشباب في تيار الكرامة المفجع أنهم لم يمنحوه العفو حسب، بل بيضوا صفحته ومولوه ودعموه وجعلوه قائدا سياسيا في البلد كاد يصل إلى رئاسة الجمهورية. حتعمل قانون انتخابات مفصل ومطرز على قياسك، يعني شيء بيشبه الستين ملبسين وتياب العيد، فما تتوقعوا انه حيكون شيء قانون عظيم وعجيب ويفرز طبقة سياسية جديدة. الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل مواطنين كانت قد خطفتهم المجموعات الإرهابية ويؤكد أن المعركة في سوريا لم تنتهي بعد. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته 34 مواطنا بينهم سيدتان كانت المجموعات الإرهابية المسلحة قد خطفتهم في منطقة برزة بريف دمشق قبل أن يحررهم الجيش السوري وحلفائه. وأشار الأسد أمام المحررين وعائلاتهم إلى أن المجتمع السوري يعيش أزمة اجتماعية حقيقية بسبب المخطوفين والمفقودين، وهذا الأمر يشكل هاجسا أساسيا للحكومة السورية. والحد لكنا يعني بشكل مستمر، ما يمر أسبوع ما يمر شهر إلا في تبادل، أحيانا نتبادل مع الإرهابيين شخص واحد، أحيانا نتبادل مجموعة، أحيانا يطلع معنا يعني مجموعات كبيرة مثل المجموعة اللي عم نتقف فيها اليوم. لكن في الواقع مو بس جهود الدولة هي كانت السبب، وإنما الحقيقة تضحيات الجيش. هذا
البلد كامل وترجع الامن والامان. بدنا نحررها بدنا نفصل على الارهابيين وما عندنا خيار. ولو كنا بدنا نيأس كنا نيأسنا من زمان. هي 7 سنين ما في حرب استمرت 7 سنين. الحرب العالميه الاولى والثانيه ما استمروا هالقد. واكد الاسد ان المعركه في سوريا لم تنتهي بعد، لافتا الى ان الفرحه لن تكتمل حتى يحرر جميع المخطوفين ويعود الامان الى البلد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ عدة تراجعا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من اتفاقية باريس الخاصة بمكافحة تغير المناخ، عازلا الولايات المتحدة على الساحة الدولية وباعثا صدمة بين الدول 194 الموقعة على هذا النص التاريخي. وفي خطاب طويل ومرتبك في بعض الأحيان ألقاه من حدائق البيت الأبيض، استعاد في بعض مقاطعه نبرة حملته الانتخابية. أعلن ترامب أنه قد حان الوقت للخروج من اتفاقية باريس. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Thank you. So we're getting out, but we will start to negotiate and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine. وأطلق إعلانه سلسلة من ردود الفعل من جميع أنحاء العالم صدرت عن الأوساط السياسية والاقتصادية كذلك، وعكست مشاعر تتراوح بين الدهشة والغضب والذعر. وشرعت عشرات المدن والولايات الأمريكية الممتدة من نيويورك إلى كاليفورنيا في تنظيم المقاومة ضد هذا القرار، واعدة بأن أمريكا ستواصل التقدم في اتجاه اقتصاد مراع للبيئة ولو على المستوى المحلي. وتهدف اتفاقية باريس التي أبرمت في نهاية عام 2015 وكان سلفه الديمقراطي باراك أوباما من أبرز مهندسيها إلى احتواء ارتفاع متوسط حرارة الأرض دون درجتين مئويتين مقارنة بها في فترة ما قبل الحقبة الصناعية. ويقول محللون إن خروج الولايات المتحدة سيصعب على العالم التوصل إلى الأهداف التي حددها لنفسه في اتفاقية باريس، فالولايات المتحدة تسهم بنحو 15% من انبعاثات الكربون في العالم، بيد أنها في الوقت نفسه مصدر مهم لتقديم التمويل والتكنولوجيا للدول النامية لدعم جهودها في مكافحة ارتفاع درجة الحرارة. بعد الفاصل، الفن المعاصر في جزين. أهلا من جديد، الأخبار الفنية مع الزميل عمر خداج. سعيدة. اختتم بيروت متحف الفن بما النسخة الثانية من برنامج الإقامة الفنية كجزء من الرسالة التثقيفية لهذا المتحف في دعم الفن المعاصر وإشراك المجتمعات المحلية في مشاريع فنية تحاكي الواقع. وكانت مدينة جزين الجنوبية استضافت هذا النشاط يلي امتد لشهر كامل بتمحور حول موضوع المياه وتوعية المجتمع المحلي حول الفوائد، إضافة إلى فهم علاقة المياه كعنصر أساسي في النظام البيئي. وتخلى اليوم الختامي للبرنامج سلسلة نشاطات استهلت بالافتتاح الرسمي بالمركز الثقافي بجزين، بعد أن انتقل المشاركين للاطلاع على أعمال الفنانين الستة المختلفة. رغم الزهر اللي امتلي لحوم وما تحكي وتشرح لي وتقول. أول سنة كانت بمزيارة، هديك السنة براسماس أو هلأ بجزين. الإقامة الفنية ولا الأرتست ريزيدنسي هو شيء بينعمل برا من زمان كتير، والبلديات بتعزم فنانين لتجي تقعد بالضيعة وتعمل عمل فني لهالضيعة. نحن كتمبراري أر بلاتفورم هدفنا نطلع الفن المعاصر من بيروت. نقيته قضية المي لسبب معين. هون بجزين مثل ما عم تسمع هلا، إذا بنوقف بالموسيقى النبع الشلال وفي سد، وهيدا سد بسري. يعني نحن بنعرف كلنا شو المشاكل وقدي الناس حتعاني من هيدا الشيء. في فنان هو اختار إنه يشتغل على 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 مشكلة اجتماعية وبيئية يلي هو موضوع سد بسري. فنحن بنقضي هذا الشهر بهالمكان بجزين، وبنشتغل كل واحد بشكل مستقل على مشاريعه، على أبحاثه، على أفكاره، كل واحد بيطور شغله يعني. أنا اللي عملته هو تجهيز سمعي وبصري، فيديو أوديو،
عم ينعرض بهذا البيت المهجور اللي نحن قدامه هلا. اللي عم يصير بمرج بسري هلا انه هذا المرج رح يتحول لبحيره قريبا، يعني عم يتعمر سد ورح تصير كلها هذه المنطقه بحيره، فالناس عم تخسر اراضيها وبذات الوقت عم تخسر ذكرياتها، والناس عندها حنين لهذا الشيء، يمكن في ناس ربوا هون وفي ناس يعني هذا الجو كله. انا عم جرب اخلق هذا الجو، ارجع استعيده بمكان مهجور مثل هذا المكان. مع هذا الخبر مشاهدينا بكون وصلت نشرة فن الخبر لنهايتها، بنشوفكم، باي باي. أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميلة سارات صالحة. تحدي هو الأول من نوعه بلبنان عم بتواجهه صبية لبنانية من بعد ما طلبت من شركة سامسونج يهدوها موبايل S8 بمناسبة عيد ميلادها يلي رح يكون بعد أسبوعين. ستيفاني شرحت للشركة عبر بوست حطته على فيسبوك انه هي زبونة وفية جدا للشركة وبحاجة هاتف جديد لتتصور فيه بس تسافر لانه يلي عندها انتزعت الكاميرا فيه. سامسونج سمعت ستيفاني وقبلت تهديها الاس 8 بشرط انها تحصل على 1111 ريتويت مع منشن لحساب سامسونج وتحصل ايضا على 1111 لايك على انستغرام. ستيفاني صارت قريبة من تحقيق الرقم وحصدت لحد هلأ على 866 ريتويت على تويتر و1077 لايك على إنستغرام. تحدي ستيفاني سامسونج شارك فيه الإعلامي زافين يلي عبر عن ملله من الآيفون يلي عنده وسأل قدي لازم يجيب ريتويت ولايكس ليحصل أيضاً على S8. الحلو أنه سامسونج سمعت زافين أيضاً وقبلت يفوت بالتحدي ولكن رفعته ل 2222 ريتويت. ومن ترينز كل الدعم لستيفاني وزافين مع لايك وريتويت. ننتقل مع صورة السيدة العراقية فرح مع أولادها يلي انتشرت على مواقع التواصل بشكل كبير من بعد خبر وفاتها خلال قيامها بعملية تجميل بمستشفى الدكتور نادر صعب. تغريدات غاض بتناولت الصورة والموضوع تحت هاشتاغ وقف تجارة التجميل بلبنان، استغربت من سماح الدولة لمستشفى بمثل هالصيت الكبير انها تزاول عملها من دون ما تكون مسجلة بنقابة المستشفيات، وطالبت وزارة الصحة بالتدخل فورا لاغلاقها ومحاسبتها. ومن فضيحة الطبابة لفضيحة بيئية تم الكشف عنها من خلال فيديو صادم جديد نشرته جمعية لا فساد بيفضح واقع مطمر الكوستا برافا، موقعه القريب جدا من البحر ومخالفته الفاتحة لكل بنود السلامة يلي تم التعهد بناء عليها. ومع هالفيديو المؤسف بدي ودعكم واتمنى لكم نهاية اسبوع سعيدة. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر انستغرام، وما تنسوا تو تاج اند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتابع اخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي. والى فقرة ديمقراطية. كليك تاك العوافي معنا بالاستوديو النايب سامي الجميل. صحيح شيخ سامي انك طلعت امبارح على الافطار بالقصر الجمهوري وفليت بكير لانه المطرح اللي قعدوك فيه مكان منيح؟ لا لا مش هالقد، انا كنت مزعوج شوي والمطرح شوي يعني المطرح كمان سبب. وين قعدوك على طاولة مع شخصيات ما بتحبهم؟ لا لا مش هيك، مش قصة شخصيات. قعدوك ورا بآخر الصالة؟ لا لا مش قصة ورا، ما عندي مشكلة بالقعدة ورا. طيب وليش فليت بكير؟ لأني ما بعرف أفرم بقدونس ولا بحب أفرم بقدونس، شو هالكيدية هيدي؟ شكرا شيخ سامي، وخلونا هلأ نلقي نظرة على قانون النسبية. هل رح تكون لوايح الأحزاب مكتملة؟ وشو موقف اللي اسمه بآخر الليستة؟ والتنين بشوفكن. تيك تاك ميشو اشرح لي شوي قانون النسبية اللي بدهم يمشوه بالانتخابات. عميد قانون النسبية مش النسبية اولا. اوكي ميشو، وتانيا؟ تانيا مثلا اذا قضاء صغار تدير فيها 3 نواب بيعمل الحزب الفلاني لي حالة له عليها اسامي المرشحين 3 تبعه، مثلا عم تغديك وعادل المنصف وزوزو الطش. اي وكيف بيربحوا؟ مين بيربح؟ اذا الحزب الفلاني اخذ 3 الاصوات مثلا بيربح الاول والثاني عنتر وعادل،
وإذا أخذ ثلث الأصوات مثلا بيغبح عن تغبس. فهمت. ومين بيقرر أي اسم بيكون الأول على الليحة وأي اسم الثاني والثالث؟ البوش تبع الحزب. يعني ميشو بكل ليحة بأخرى في شرشوح الأرقاء أو إجر الكرسي أو ممسحة الإجرين؟ عميد شو هالحكي؟ عيب. إنه ليش في شي حزب رح ياخد كل الأصوات ويربح الشرشوح اللي بآخر الليستا؟ المرشح الفاس؟ عميد. تيك تك. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار التي عنونت تفاهم سياسي رديف يواكب قانون النسبية. أيضا في النهار العالم يتحد ضد ترامب ويتعهد إنقاذ الكوكب الأم. ننتقل إلى الأخبار. بري الاتفاق سياسي وليس انتخابيا، وكل المقترحات الطائفية سقطت، الانتخابات إلى الربيع. واشنطن، التنف خط أحمر. ننتقل إلى الأنوار. الاستعداد للانتخابات وفق النسبية بعد التأكد من إقرار القانون الجديد. ربع مليون فلسطيني أدوا الصلاة في المسجد الأقصى. في الديار، الحمل الانتخابي الاتفاق يولد الأسبوع المقبل، أفكار لسد الفجوات ولقاء محتمل بين بري والتيار. عصام فارس شكر الذين أحاطوه بالمحبة، سأعود قريبا لنكمل واجبنا الوطني. في المستقبل، متضامنون مع العرب في وجه العدو الإسرائيلي وأي جار يتدخل في شؤونهم. الحريري لإيفاء دين طرابلس، العفو البداية. في عناوين صحيفة البناء، بوتين يربط حربه في سوريا بالأمن الروسي والجيش السوري إلى حدود الأردن. المخابرات الأمريكية تعين قاتل مغني مسؤولا عن ملف إيران، استهداف سليماني. الانتخابات وفقا لقانون النسبية في أيار المقبل، والماكينات الانتخابية بدأت الحملات. في اللواء، بعبدة تستعجل دفن المجلس، قانون الانتخاب يقر في 12 حزيران. عين التيني تنتظر التئام اللجنة الوزارية، وباسيل متمسك بنقل المقاعد والصوت التفضيلي. الملك سلمان ومحمد بن زايد يبحثان الأوضاع في اليمن ومستجدات المنطقة. ننتقل إلى البلد، إقرار القانون النسبي رهن التشاور وأبوته لبكركي. إرهاب في كل مكان، سوريا الديمقراطية تقتحم المنصورة وواشنطن تعزز قواتها. في صحيفة الجمهورية لهذا اليوم، القانون الجديد الكل رابحون. أيضا في الجمهورية، تحذير طبي، الشواطئ مسرطنة. ننتقل إلى الحياة، فوضى التحالفات تمهد لرسم ملامح مناطق النفوذ في سوريا، بوتين يتحدث عن أخطاء كثيرة للأسد. ونختم مع الشرق الأوسط، وفيها موسكو أحباط مخطط لاستهداف كأس القارات، تكليف أمير الظلام ملف إيران في CIA، حجاب حشود إيرانية غير مسبوقة في سوريا، تخلي ترامب عن اتفاق المناخ هز العالم. كان في عناوين النشرة، الحريري يفتتح إفطارات المناطق من طرابلس. خلافنا علني مع حزب الله بسبب تورطه بالحرب السورية. الحسيني للجديد مجلس النواب صاحب الصلاحية الأساسية، لأنه هو صاحب الصلاحية الأساسية. مستشفيات التجميل أمام الاختبار الصعب. توقعت اليوم على قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم العمليات الجراحية. يوم هدد عون بترك القصر الرئاسي. ختام نشرتنا الصباحية، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. ألقاكم عند 10:30. إلى اللقاء.